من مصر الكنانة إلى عراق الرافدين، يتجلى الأدب العربي بكلماته الرائدة. الآن مع كلمة المفكر العربي والباحث الإسلامي الدكتور عاطف عبد العزيز عثمان، يلقيها نيابة عنه الأديب المهندس الأستاذ حيدر الباوي، فليتفضل مشكورا. الحضور الكريم، السلام عليكم. من مصر الكنانة الحبيبة إلى عراق الرافدين الجريح، كلمة المفكر العربي والباحث الإسلامي الدكتور عاطف عبد العزيز عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. دعاني الأخوة في إدارة المهرجان الموقرة لحضور المهرجان والمشاركة بمناسبة مهرجان الحسين نهج للتعايش بين الأديان، فما كان علي إلا تلبية دعوتهم الكريمة. كيف أرفض نداء الإنسانية والإصلاح، نداء سيدي أبا عبد الله الحسين؟ وافتتحت كلامي بدعاء النور المنسوب إلى سيدة آل البيت الزهراء عليه السلام. لا أجيد كلام مناسبات ولا تقبل اللحى ولا إظهار ما يخالف ما بداخلي، ولا أفضل كلمات المجاملات الفارغة من المضمون لاستجداء تصفيق الأيادي، بل أفضل زلزلة العقول ومحاولة إيقاظ القلوب حتى وإن تلقى استحسان الحضور. فهكذا علمني الحسين عليه السلام أن أحمل ما أراه حقا، يغضب من يغضب ويرضى من رضي. وسأكتب باختصار في عدة محاور، ولكن في البداية أوضح إنني لست فقيها ولا عالم أصول ولا مناظرا، بل داعية تعيش محبة ووحدة بين المعتقدين وليس توحد المعتقدات. ومن باب أولى، فوحدة أهل الدين هي الحجر الزاوية لمد يد الحب الآخر العقدي ووضع المذهب في حجمه ضرورة. فلم يكن الفاروق عمر بن الخطاب سنيا حنفيا، ولم يكن أمير المؤمنين علي شيعيا جعفريا، ولم يكن لهم دين سوى الإسلام وملة إبراهيم حنيفا، ونبي واحد وكتاب واحد مهما طغت الاختلافات. لقد حرر الإسلام الإنسان من كل القيود، قيود النسب والعرق والقبيلة، ليكتب كل إنسان مكانه بنفسه. ومع فضل النسب الشريف، إلا إنني أرى الحسين كان له الفضل، لأنه الحسين وكذا أبيه عليهم السلام. فأبو لهب كتب مكانه بنفسه، لم يغنيه النسب، وعلي ولديه الحسين والحسن كتبوا فضلهم بأنفسهم وصلاحهم وعلمهم وتقواهم. الحسين عليه السلام ثأر الله ابن ثأر الله، وحبيبه من اتبع نهجه، هو نهج أخيه وأمه وأبيه، وهو الطريق الذي رسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكفى كذبا على الحسين وجد الحسين برفض
عرايته زوراً قتلاً وإفساداً وتفريقاً بين أمة جده، وأقول ما قاله المرجع العربي السيد الصرخي في مقولته الجامعة: نبينا يوحدنا ويعصم دماؤنا. ما لم يعرف المسلمون حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله فيما بينهم فلا خير منهم تجاه الآخر. وأتعجب من أمة لسانها واحد وهناك ميثاق سماوي واحد أنزله رب واحد محكمه واضح، أفلا يتعاذرون في اختلاف الأفهام وتباين العقول؟ سأعرج أيها الأخوة على بعض النقاط المهمة سريعاً، فللأسف يظل شخوص التاريخ مثلون للأمة الأزمة الأكبر، ونعيش كراهية وتكفيراً وتشاحناً في تاريخ ليس لنا فيه ناقة ولا جمل وأبطاله في ذمة الله. وهناك عامل التاريخ والمكان وزاوية الرؤية وصحة النقل والروايات فضلاً عن سعة أفق الناقل ونزاهته. تلك أمة قد خلت، وينبغي أن يكون التاريخ لدراسة المواقف والأحداث وتعلم الدروس التي تجنبنا الوقوع في نفس الأخطاء وتحقن دماؤنا، وليس المحاكمة لأشخاص والدوران حولهم والذين لم ولن يفضي إلى شيء غير مزيد من شدة بأسنا على أنفسنا متجاهلين تحذير النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نبينا محمد نبي كل الموحدين مهما فرقتهم المذاهب والفرق والمتكلمين، فلا اختلاف للمتذهبين ولا كلام الفرق سينتهي. نعم، ولا كلام الفرق سينتهي، وعليه فليكن الجدال بالتي هي أحسن. ويوم الفصل بفضل الله بين العباد وحقيقة الدين أيسر من تلك الدهاليز، فكيف أكفر من يؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وباليوم الآخر لرفضه الإمامة التي لم تثبت عنده، أو لرفضه الشورى والخلافة التي لم تثبت عنده، وحتى المخالف لي في العقيدة والدين فإنه أخي في الإنسانية وفي الوطن وفي المصير، فبأي دين يستباح ماله أو عرضه أو دمه أو مكان عبادته؟ أيها الأخوة، قضية المصطلح ومدلوله، فكم من صراع اشتعل بلا صراع، فما معنى سني وما معنى شيعي؟ إن كان تسنن اتباع سنة محمد فلكل المسلمين سنة، فكل المسلمين سنة، وإن كان التشيع محبة لآل محمد ومعرفة قدرهم والمودة لهم ورض ظلمهم وحمل رسالتهم التي هي رسالة الإسلام ورسالة المصلحين، فكل المسلمين شيعة. أما إذا كان التسنن هو فجر يزيد فإنني بريء منه، وإن كان التشيع طعنا في شرف النبي وتكفيرا لخيرة الصحب وعبادة آل البيت من دون الله فأنا منه براء. أما الاختلاف حول الإمامة والخلافة فخلاف مقبول، ولكن في ظل غياب الخليفة أو الإمام لا محل له من الإعراب. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، الجراح كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها، فمن أحب محمداً فليتق الله في أمة محمد ودماء وأعراض أمته، ومن بعدها يعتقد ما يشاء وما يطمئن له، وحسابه على ربه وما على صاحب الحق إلا إهداء نوره وإظهار حجته، يقبلها من يقبل ويرفضها من يرفض. يقول سيدنا الحسن عليه السلام عظيم الشأن الذي جمع الله به الأمة: إنما جزاء الذين يعصون الله فينا أن نطيع الله فيهم. ويقول صوت الإنسانية: الإمام المذبوح الحسين ظلما وغدرا وأشبه الناس بجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلقا وخلقا لابنه علي زين العابدين: أي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. ويقول عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. الحسين عليه السلام، وهنا أعني رسالته، ملك للإنسانية وملك لعموم المسلمين، وليس حكرا على مذهب
ولا فكر ولا نجاة للإنسانية المعذبة إلا براية الحسين الحقيقية، راية الإنسانية والتسامح والحب وإغاثة الملهوف ونصرة الضعيف وإحقاق الحق. ولما وقد أطعم أبواه الطعام لوجه الله تعالى، وليست تلك التي ينتحلها أعداء الأمة والدين لينتهكوا تحتها الحرمات ويسفكوا الدماء ويؤذوا رسول الله في آله وأصحابه وأمته. كل الحب للعراق، كل المودة للعراق، وأحرار العراق، وعروبة العراق، وعروبة العراق، وعروبة العراق، ودخيل العراق، وتراب العراق، وحضارة العراق، من الكاظمية للأعظمية. فقلبي معلق بجسر الأئمة، نصفه عند الكاظم عليه السلام ونصفه عند النعمان رضي الله عنه تلميذ الصادق النجيب. وعليكم بجسر الأئمة، لا تسمحوا لهم بهدمه فتهلكوا ونهلك جميعا. وعليكم بجسر الأئمة، لا تسمحوا لهم بهدمه فتهلكوا ونهلك جميعا. وتحياتي لإخواني في المركز الإعلامي للمرجع الديني الصرخي الحسين دام الله الشريف، وأقول للصرخيين بأن الإنسان المسالم المحب الطيب في كل زمان ومكان، وهم منهم كذلك نظنهم، ولا نزكيهم في على الله، وعربتنا هي عربتهم، ليست عنصرية ولا نازية، بل عروبة النبي العربي والحسين العربي التي تفتح قلبها لكل بشر. لا نعادي عرقا ولا لغة ولا لونا، بل ندافع عن لغتنا وهويتنا ضد من يسعى لطمس معالمها ويحاول تفريقنا تحت راية الحسين كذبا. فوالله إننا نفتدي نعل الحسين برقابنا. كلامي هذا لا يلزم إلا نفسي، يقبله كله أو بعضه من قبل، ويرفضه كله أو بعضه من يرفض. فلست وصيا على العقول أو القلوب، ولكن هل يمكن أن نتفق على حرمة دمائنا وأعراضنا ومحبة نبينا والتمسك بكتاب ربنا، وإن اختلفت الروايات والتفسيرات والتأويلات، ونرد الاختلاف إلى الله بعد بيان ما يراه كل جانب حق. اللهم اجمعنا بسيدي شباب أهل الجنة، بسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وبأبيهما الإمام العالم الزاهد الفقيه الشهيد، وبأمهما الزهراء، وبجدتهما بنت أسد وأم المؤمنين وأول المؤمنات وأم الزهراء خديجة بنت خويلد عليهم السلام، على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واجعلنا ممن سعى بالإصلاح والحب والتعاون بين الناس عامة وبين المسلمين خاصة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا.